اي 3 صار على الابواب، ويبدو ان مايكروسوفت هذه السنه ناويه شغل جامد لدرجه انها تبغى تكتسح المؤتمر وتحط سوني على جنب. خلينا نعرف كيف. السلام عليكم. المدير الكبير تبع مايكروسوفت في قسم الاكس بوكس، اللي هو مدير اكس بوكس في مايكروسوفت عفوا، وش قاعد يقول في تويتر؟ قاعد يسولف مع الناس، يقولوا للناس اوه والله انت ما شاء الله عليك انسان رهيب، ويقول لهم ايه عليكم كذا، اوه تيشيرتك فله، يقول لفت انتباهنا جمله معينه قالها كان خلال السواليف، صار يقول ايش؟ يقول انه السنه هذه احنا اول مره نسوي شيء زي كذا، احنا فريق اكس بوكس شيء جدا جبار، واول مره يعني نسوي شيء بهذا المستوى. وش ناويين نسوي بالضبط؟ انا حتى هذه اللحظه ما ادري، يعني درجه شيء ما قد سواه من قبل، هذا واضح انه معناه ناويين تفجير. وهذه الاشاعات اللي قاعده تطلع، ابرز الكلام عن الاشياء الرئيسيه اللي راح تعلن في المعرض هذه السنه هو انه مايكروسوفت راح تعلن عن اكس بوكس 1 سليم، النسخه الانحف والاصغر من جهاز الاكس بوكس. كمان انه راح يكون في نسخه ثانيه من الاكس بوكس، راح يكون اسمها اكس بوكس 2 او اكس بوكس سكوربيو، هذه الاسماء حتى الان اللي نعرفها. الفكره من هذه النسخه انها راح تكون قدراتها اعلى من الاكس بوكس 1 العادي الموجود في الاسواق الان، لدرجه انه ممكن توافق مع الاوكولس ريفت اللي هي خوذه الواقع الافتراضي اللي موجوده في الناس كانوا يجربونها الحين في كل مكان وكذا. طبعا هذا الشيء راح يعطي بعد كبير في استخدام الاكس بوكس، الالعاب المتوفره عليه والتجربه نفسها. وفي نفس الوقت يقول لك ان هذه هي ضربه مايكروسوفت لسوني مع بلاي ستيشن في ار، فمايكروسوفت ناويه تطاحن مع سوني في حرب الفي ار، راح تستخدم في البدايه الاوكولس ريفت، ممكن على الاقل الين ما نبدا نشوف الهولو لينز الخرافيه اللي لسه باقي لها وقت، وسعرها اصلا غالي من الحين 3000 دولار شيء زي كذا، تخيل تقريبا 10000 12000 ريال. يوم 13 يونيو راح نشوف المؤتمر حقهم اللي راح تبان الاشياء هذه كلها، وراح يكون مده الايفنت حقهم تقريبا ساعه ونص، يعني يمكن نشوف فيها اشياء كثير. من الالعاب اللي بنسبه كبيره راح نشوفها في المؤتمر اللي هي كود انفينيت وارفير، راح يكون في عندنا باتل فيلد 1، فاينل فانتسي 15، فورس جديده، ماس افكت اندروميدا، في عندنا ديوس اكس اللي هي مانكايند ديفايدد، في عندنا جيرز 4، في عندنا سكيل باوند، في عندنا كينغدوم هارت 3، في عندنا كمان تايتون فول 2، والاستقابل انها تزيد وتتقلص وتتعدل اشياء، تنحذف اشياء فيها وتضاف اشياء فيها. ندور نشوف، خلاص ما بقي شيء تقريبا كم اسبوعين حاجه زي كذا. عادل بشندر راح يكون موجود هناك، فتابعوه كمان في تويتر، اذا عندكم اي استفسارات وشيء زي كذا راسلوه وتواصلوا معاه. انا عن نفسي راح اغطي كل الاشياء هذه من هنا، اسوي ملخصات برضه بسيطه من عندي هنا واعطي رايي في الموضوع. انتم شاركونا في التعليقات تحت ايش تتوقعون مايكروسوفت راح يسوون الفتره الجايه. كان معكم محمد المحفوظ، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.